أن يقول امنحوني الكثير من الوقت والمزيد من الأموال من أجل أن أبني لكم مانشستر جديد، لكن لا أعتقد بأن هذه الخدعة ستنطلي على أنصار مانشستر يونايتد. فيرديناند يهاجم ماغواير المدافع والقائد الحالي للفريق ويقول له: يا رجل أنت قائد الفريق، تحرك وتصرف كقائد ولا تقف جامدا كالصخرة. تصريح قوي من فيرديناند. غياب الروح في نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم لا شيء في مكانه، الأمور كلها تحيي بانفجار هذا البيت واحتراقه في القريب العاجل. على كل حال ننتظر الأفضل لمانشستر يونايتد الذي يملك أنصارا كثرا هنا في الجزائر، ولكن القادم بصراحة لا يبشر بالخير. تريد تضيف كلمة من شيخ؟ تفضل. لا حبيت تفضل، تحبش شغل نقصر مع تفضل قولياتو. مهم أنت تتكلم على المدرب سولشير. سولشير سكيلا في كيراح مورينو ماشي هو اللي دارو، هو ان فيك ترانسمات كلام اللي يحبوا يسمعوا لي جوار، كلام مليح بارابور اللي كان مورينو. دونك سيتي لي جوار كي اون تو في ونجحت لهم العام اللي فات وربحوا وكذا. دركا انت تكلمت وقولياتو قال لك لاعبين ما عندهمش يونايتد، واني داكور معاه وحنا نضلوا نقولوها. انت قلت ما لا سي نعطيك اون بروف، لان دي بلو كرون ترينور اللي راهو في العالم هو وكلوب وجماعته نقولوا غوارديولا. دا دو فوا توي شامبيونا فوتبول متعه وكلش. هاد السنه كيس دافيد سيلفا بليسي، سيلفا الاخر واسمه اللي يلعب برناردو سيلفا كيف كيف، لابورت كيف كيف، فيردينيو كيف كيف، ماندي لاريير غوش ما عندوش بزاف اللي دخل. ليفربول هربت عليه رولو، جاستو رولو باسكو اللاعبين الاخرين قعدوا لي ميم جوار كونستون، وهو شوف شكون اللي راحوا له كاع من بعد يعاودوا يدخلوا. دونك وراح له لي ليغوش هذاك اللي زاد تبليس هذاك. المشكله ليست في سولشير بن شيخ. نو سولشير اسمع تجيب بون ترينور يكون ميم يكون ان بون اونترينور وما عندك لي جوار ما كاش. انا عطيتك ليكزومبل تاع هنا وعلاش غوارديولا كي تبليساو لي خيرهم بلاصاهم رومبلاصاو هاد اللي ما مشي يلعبوا رومبلاصاهم دوت جوار اللي عنده دور رومبلاص. وعلاه ما قعدش او موا دوزيام ا دو بوان ولا ا تروا بوان البرومي على ليفربول يا اخي راهو غوارديولا. لكن بشيخ لما نقول بأن المشكلة ليست في سولشير مثلا، ربما يتخيل المشاهد بأنه المشكلة في اللاعبين، يعني لو سولشير يغير لاعبين ربما حل الفريق يكون أفضل. أنا أقول لك بشيخ المشكلة في سولشير والمشكلة أيضا في اللاعبين، لازم يتغيروا اللاعبين. وحتى سولشير لا أعتقد بأنه قادر على مانشستر يونايتد بل الأمل تغير اللاعبين وتغير المدرب. كنت تكلموا على المدرب واش عليه من بعد نجموا نتكلموا على المدرب واش عليه، ولكن سي لي جوار كي فون لونترينور هادي ديرها مليح قاعده لازم تدخل لك في الراس. المدرب يجيب لي مانيير دو جوي ديسيبلين دون لو جو، يعرف وقتاش يبدل يجيب ان بلوس. ولكن لا عنده لاعبين والو مورينو يا اخي كلاس هو مير اونترينور في العالم. هاو جا توتنهام افيك لي ميم جوار اللي العام اللي فات لحقوا فيناليست تشامبيونز ليغ، وعلاه مورينو ما يطلعهمش يحطهم دوزيام دركا ويجوز على سيتي ويجوز على لايستر؟ لا يملك عصا سحريه من شيخ. ماشي العصا السحريه، صح عصا السحريه سي اللاعبين يا سي شيخي. سي اللاعبين هما صح. ليفربول نحي لهم لي تروا تاع القدام يتبليساو بعيد شر عليهم على كل حال، نحي لهم الجول ونحي لهم لاريو سونترال برك. ليفربول تولي حما. ولو عندهم دو ديكسيلون رومبلاسون شفناهم مي اي بورون با